مرحبا، يعطيكم العافية حبيباتي. اشتقت أشوفكم، بس إن شاء الله فترة وبتعدي وبنرجع بكل صحتنا ونشاطنا. أكيد أنا كمان ما نسيتكم بالعطلة، ورح أتابع معكم بأكمل تمرين لتقوية المناعة إن شاء الله عندكم وتحسين أداء الجهاز التنفسي، لأنه مثل ما بتعرفوا خير وصفة علاجية لصحة جيدة هي ممارسة الرياضة، وما في عذر أبدا إنه نبتعد عن ممارستها حتى بهاي الأيام، لأنه ممكن نطبق الرياضة بالبيت كمان، منه بنكسر الكسل والروتين ومنه بنفيد حالنا. بدي أذكركم صبايا بأهمية الركض وفائدته الكبيرة على الجهاز التنفسي، وخصوصا إذا كان عندكم مكان فيه شمس، لأنه مصدر تعقيم طبيعي بفعل الأشعة فوق البنفسجية اللي بتعطل حركة الجراثيم والفيروسات. وكمان الركض في الهواء الطلق محبب، لأنه عدد الأشخاص القريبين منكم بيكون قليل إذا سعلوا أو عطسوا. فإلكم الخيار، إما بتركضوا على جهاز المشي إذا كان متوافر عندكم، وإذا لا ممكن بالبلكونة أو بغرفة تهويتها تكون ممتازة. طيب حبيباتي، زي ما حكينا، يا إما الركض برا بالهواء الطلق أو على جهاز المشي. على جهاز المشي دائما بنبلش بسرعة خفيفة وبعدين بنزيد بالتدريج، تمام؟ لو لنص ساعة يعني باليوم كتير ممتاز، ضروري ضروري إنكم تطبقوه حبيباتي. بنبلش نزيد السرعة، كثير مفيد لجهاز التنفس، لازم انه نمشي ونزيد السرعة لغاية ما نوصل لمرحلة الركض، تمام؟ كيف ميار، حلو؟ الله يقويكم يا رب. ركض في الهواء الطلق، لازم نشوف الشمس زي ما حكينا. يلا ماما، يلا وارجعي. بنضلنا رايح راجع، بدنا نستغل بس العطلة اللي احنا فيها كونه ما في مكان نطلع له. زي ما حكينا، لو المكان عندكم بسيط وما في مكان انكم تركضوا، بتستعينوا عنها بالحبلة، مفيدة كتير للجسم، بتحرك كل عضلاتك. يلا ماما ورجينا، بتعرفي كمان، سريع سريع. يلا هلأ تشوفي كيف البنوتات شطورات، بدهم يتركوا اي اشي كسل بين ايديهم ويبلشوا تمارين رياضية. يلا ماما شطورة. ما خلصنا ركض نرجع بنوقف، بنعمل التنفس الصحيح، بناخذ نفس من الأنف، بنكتم لحتى العدة الخامسة، وبعدها بنفرغ النفس من الفم. بنكرر العملية تقريبا 6 مرات. يلا ميار نعمل نفس صحيح، استني لما أعد، 1 2 3 4 5، شهيق، ممتازة، كمان مرة، 1 2 3 4 5، بنفرغ النفس، ممتازة. برجع بذكركم بشرب المي كمان، ضروري جدا جدا. يلا ميار آخر التمرينات نشرب مي، مهمة جدا المي بعد التمرينات خصوصا وبهاي المرحلة. ما خلصنا ركض نرجع بنوقف، بنعمل التنفس الصحيح، بناخذ نفس من الأنف، بنكتم لحتى العدة الخامسة، وبعدها بنفرغ النفس من الفم. بنكرر العملية تقريبا 6 مرات. يلا ميار نعمل نفس صحيح، استني لما أعد، 1 2 3 4 5، شهيق، ممتازة، كمان مرة، 1 2 3 4 5، بنفرغ النفس، ممتازة. برجع بذكركم بشرب المي كمان، ضروري جدا جدا. يلا ميار آخر التمرينات نشرب مي، مهمة جدا المي بعد التمرينات خصوصا وبهاي المرحلة.